بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون حر نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ودافي على السواحل الشمالية الشرقية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا وعلى كل الساده المشاهدين. طمنا على حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا بقينا بنشهد ارتفاع في درجات الحراره ملحوظ. احنا بالفعل اليوم مستمرين في ارتفاع درجات الحراره اللي بدا بالامس على كافه مناطق الجمهوريه. اليوم تحديدا من حيث درجات الحراره الاجواء هتكون مشابهه بشكل كبير لدرجات الحراره اللي شهدناها بالامس. العظمى اليوم تحديدا على القاهره هتكون ما بين 30 ل 31 درجه مئويه. شمال الصعيد 33 درجه مئويه، هتصل لجنوب الصعيد الى 34 درجه مئويه، لكن السواحل الشماليه الغربيه تحديدا هتكون فيها درجات الحراره في حدود ال 25 درجه مئويه. فبالتالي الاجواء خلال ساعات النهار هتكون اجواء حاره على كافه مناطق على اغلب مناطق الجمهوريه، لكنها خلال ساعات الليل ومع غياب اشعه الشمس بتبدا تنخفض درجات الحراره بمعدل سريع. هتكون الأجواء خلال ساعات الليل باردة على أغلب مناطق الجمهورية، والصغرى تحديدا على القاهرة هتكون ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية. أيضا اليوم مستمرين خلال ساعات النهار في نشاط للرياح هيؤدي لبعض إثارة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تحديدا من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا. ايضا اثاره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه الموجوده في نطاق محافظات القاهره الكبرى ومدن القناه وحتى شمال الصعيد. السبب اللي بنتاثر بيه حاليا هو وجود امتداد لمرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء اللي بيعمل على تلاشي السحب بشكل كامل، وبالتالي زياده في فترات سطوع اشعه الشمس. ايضا مع تاثرنا بكتل هوائيه بتكون قادمه من مناطق جنوبيه بترتفع معها درجات الحراره بشكل كبير. طيب هل درجات الحراره اللي احنا بنتاثر بيها مكمله معانا، ولا ممكن يحصل انخفاض تاني لدرجات الحراره في الوقت ده؟ بدايه من بكره ان شاء الله هيبدا في تغير في الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا وفي مصادر الكتل اللي بنتاثر بيها، فبالتالي بدايه من بكره وحتى يوم الخميس القادم ان شاء الله هنبدا نلاحظ انخفاض طفيف في درجات الحراره، ولكنه هيكون انخفاض مؤقت على كافه مناطق الجمهوريه. فبالتالي العظمى يوم الاربعاء والخميس هتكون ما بين ال 26 ل 27 على القاهره الكبرى، وهنبدا نلاحظ عوده الشبوره المائيه خلال ساعات الصباح الباكر. لكن الانخفاض زي ما اشرت لحضرتك هو انخفاض مؤقت، يعني بدايه من يوم الجمعه ان شاء الله عوده مره اخرى لارتفاع درجات الحراره اللي هتتجاوز ال 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وعودة مرة أخرى لتأثرنا بكتل هوائية جنوبية هترتفع معها درجات الحرارة. ربما نظل في هذا الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل إن شاء الله. يعني نقدر نقول إن احنا ودعنا درجات الحرارة المنخفضة، ولا ممكن نتعرض لها مرة تانية، خصوصا إن احنا في فصل الربيع اللي بيشهد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بشكل متباين؟ تعرضنا لدرجات حراره منخفضه بشكل كبير زي اللي شهدناها في فصل الشتاء، طبعا الاحتماليه دي بتضعف تدريجيا كل ما مر الوقت، لكن احتماليه تعرضنا لدرجات حراره منخفضه اقل من اللي بنشهدها حاليا الاحتماليه قائمه، وان كانت الاحتماليه مع مرور الوقت بتضعف لكنها احتماليه موجوده، لكن كانخفاض كبير في درجات الحراره وتكون اجواء شتويه بشكل كامل زي اللي كنا بنشهدها في فصل الشتاء الاحتماليات دي بتكون ضعيفه. لكن وارد تنخفض درجات الحراره للقيم اللي بتكون في اوائل العشرينات درجه مئويه، الاحتماليات دي كلها قائمه وموجوده لحد نهايه شهر ابريل على الاقل، ويمكن مع بدايه شهر مايو ان شاء الله نبدا نلاقي بعض الاستقرار في الاحوال الجويه ويكون في تجانس لمدد بتكون طويله نسبيا من حيث الكتل الهوائيه اللي بنتاثر بيها.
بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 31 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 31-17، اسكندرية 25-15، العلمين الجديدة 25-14، مطروح 21-16، دمياط 25-15، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 32-15، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 16، العريش 31-15، كاترين 23-8، طابة 29-15، حلايب 25-16، شلاتين 29-17، شرم الشيخ 30-17، الغردقة 30-17، الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 16، بني سويف 33-16، الوادي الجديد 33-17، أسيوط 31-15، سوهاج 32-16، قنا 32-17، الأقصر 33-17، وأخيرا أسوان العظمى فيها 34 والصغرى 19. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان دي تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية أروح لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا. شكرا لميا.